رسوله سيدنا محمد النبي الرحمة، ورضي الله عن آله وأصحابه الأئمة، وأكرمنا وارض عنا معهم يا رب العالمين. نستمر في ذكر بعض أخطاء الصلاة المشتهرة، ولكن قبل ذلك أشير إلى مسألة تتكرر كثيرا في هذا الزمان، وهي حب الظهور الذي وصفه العلماء من قديم بأنه يقسم الظهور. ترى إنسانا في مختلف مجالات الحياة، في أمور الدين أو غيرها، يريد أن يشتهر، وهذا الزمان بسبب وسائل التواصل صار أمر الاشتهار سهلا، فيخرج إنسان تافه نكرة لا قيمة له ليعرض محتوى بأسلوب معين قد يشد الناس، فتشرئب إليه الأعناق وتتابعه، لا لأنه فهيم كما يقال، بل لأن الناس للأسف، أو لأن عددا من الناس صار من الغباء والجهل بشكل لا يطاق. ترى أناسا لا قيمة لهم لا في الدين ولا في الدنيا، يتابعهم ملايين من الناس، وهو غير معروف لا بعلم ولا بحلم ولا بفهم ولا بأي اختصاص، حتى والعياذ بالله في مجال الفسق لا يفهم شيئا والعياذ بالله تعالى، شيء مضحك. لكن ما أدري ما أصاب الناس من هذه الضحالة الفكرية والضعف العقلي حتى يتابع أناسا لا قيمة لهم. يخرج أناس باسم الدين، باسم المشيخة، باسم الفن، باسم الرياضة، باسم بأسماء كثيرة، فيهفو عليهم الناس ويتابعونهم ويعظمونهم ويشتهرون، ويعظم أمرهم كأنهم ذو قيمة وليس لهم قيمة ولا يعرفهم أحد ولا يهتم بهم أحد أصلا ولا يقيم لهم وزنا. هذه مصيبة حلت في بنا يا أيها الأحبة، فنبهوا وتنبهوا. الآن هذا واقع، كلنا صرنا ندخل على الإنترنت، الذي ما يدخل هو الذي صار يعني متميزا، الكبار والصغار والنساء والرجال، وصرنا نرى كل شيء. طيب دخلت رأيت إنسانا يعرض محتوى دينيا، تأخذ من؟ لا يا أخي لا تأخذ من أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. قال شدني، شدك لم يشدك، لا تأخذ من. تعرف هذا الإنسان؟ قال لا. مين أساتذته؟ عمن تعلم؟ هو من بلدك؟ ماذا تعرف عنه؟ قال ما بعرف شيء، طاول طلع لي على الانترنت عجبني. هذا يساوي الصفر، مو الشخص، أنا لا أعرف شخص ولا أقصد شخصا معينا، أقصد هذا التعلق بهذا الإنسان والسماع منه يساوي الصفر. لا تعرفه لا تأخذ منه، لا تثق بدينه لا تأخذ منه، لا تعرف شيوخه لا تأخذ منه، وهكذا في كل مجالات الحياة. فبالله عليكم توثقوا من كل شيء تريدون أخذه والوصول إليه. هذه مسألة مهمة أشرت إليها عرضا، لأنني كل يوم أرى، وبخاصة في مجالي يعني مجالي تخصصي مجالي العلوم الشرعية، أرى أناسا يطيلون لحاهم ويبدأون بالهرف، يهرفون بما لا يعرفون ويفتون، ويكون قد حضر حديثا فيلقيه على المسامع ثم يخلط في شرحه خلطا عجيبا. فبالله عليكم تنبهوا رحمكم الله تعالى. حديثنا من أخطاء الصلاة يا أيها الكرام اليوم عن أمور تعلمون، لا أريد أن أكثر حتى تركز هذه الأمور في الأذهان ولا تكثر، لأن الفقه يحتاج إلى تركيز. المسألة الأولى التي يحدث فيها الخطأ تشمير الثياب قبل الصلاة أو أثناءها. في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإني نهيت أن أكف شعرا أو ثوبا. في لفظ أكف وفي لفظ أكفت نفس الشيء، اللي منقول له نحن الطوي. قال يعني شلون؟ أشرحه بشكل عملي. كثير من الناس الآن في الصيف يلبس كما طويلا، سواء للقميص أو لما نسميه الجلابية التي هي الرداء أو القميص في اللغة العربية الفصيحة، هي الجلابية اسمها قميص، فيأتي يكون هكذا بالصلاة هيك مشمر كميمه. قال إيش بصير؟
النبي صلى الله عليه وسلم أعيد قال نهيت أن أكف، هذا إيش اسمه؟ كف، تمام؟ نهيت أن أكف شعرا أو ثوبا. قال الثوب فهمنا، إيش الشعر؟ كانوا قديما يطيلون شعورهم، فأحيانا قبل الصلاة يعقده بربطه، يعني كان نساء مثلا، طبعا مو تشبه بالنساء لأنه كانوا بحطوا الرجال على رؤوسهم العمائم فيتميزون. هلا بيجي شاب في عصرنا الحاضر، عصر العظماء نحن عصرنا، طول شعره، تقول له ليش طول شعرك؟ بقول لك سيدنا محمد طول شعره، بطلع ولي من أولياء الله الرجل. طبعا بس ما بصلي هو، بس سيدنا محمد طول شعره بس ما بصلي. شفت الترتيب ما أحلى؟ رائع، زماننا رائع والأشخاص الذين في زماننا رائعون جدا، إلا ما رحم ربي. طول شعره بقول لك سيدنا محمد، طيب قول أنا مقصر، انتهينا وأنا مقصر أكثر منك وأستغفر الله، خلصت القضية. تكذب تقول سيدنا، أنت لك علاقة بسيدنا محمد؟ مو لأنني أنا أفضل منه أو أنت أفضل منه، أبدا أبدا، لا علاقة لهذا الكلام أبدا. لكن ليش تكذب على الله فتقول أنك تتبع سيدنا محمدا في شيء من الأشياء البسيطة ولا تتبعه في أعظم الأمور وهي الصلاة وغير ذلك؟ سبحان الله. فكانوا يطيلون شعورهم الرجال ويضعون العمائم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن كف شعورهم، شعرك مثل ما هو عيفه وهكذا ثوبك. فإذا جئت إلى الصلاة أخي الكريم فأسدل ثوبك، ارخيه، عيفه على طوله على حاله، لا تكفه لا تطبقه، تمام. قال لو فرضنا فعلت ذلك، هل الحديث نهى نهيا يفيد البطلان؟ أي مسألة أصولية، علم اسمه أصول الفقه. لا، هذا النهي لا يفيد البطلان، بمعنى لو فرضنا أنا هيك كنت مطوي هدول ودخلت صليت بطلت صلاة، لا. قالوا الحديث النبوي، الحديث يقول نهيت، هذا النهي لا يفيد البطلان. قال يعني لا يفيد التحريم وإنما يفيد الكراهة، الكراهة، تمام. مرة جاني أخ قال لي دخلت على مسجد سمعان مني هذا الكلام ونقل له الحديث، إمام المسجد مطوي، قال له طلع شغلتك. قلت له مو لا عجزا ولا كذا، مثل هذا لا يجاب، انتهى الموضوع خلص. أمثال هؤلاء لا يجابون. الإنسان الذي يجيبك بالتعالي عليك هذا لا يحاور، ليس له مجال للحوار أصلا. تقول له شكر الله سعيك، امشي خلص تهين. بقول لك سيدنا النبي هيك يقول، قل لي أنا إلي عذر خيو، أنا مرضان، أنا مقصر، خلص. لا طلع شغلتك، إيه خلص، هذا لا جواب عليه. إذن هذه المسألة مكروهة أيها الأحبة، لكنها ليست حراما. مسألة ثانية، أيضا بسبب وسائل التواصل هناك عدد كبير من الشباب لا يحضر في المساجد، لكن ألقى الله في قلبه الخير صار يصلي. طلع ما بيعرف يصلي، شلون ده يتحرك، شلون ده يتصرف، كيف الركوع، كيف السجود، كيف الرفع، ما بيعرف الرجل. بكبس على النت بطلع له أحدهم اللي هلا ذكرناهم في المقدمة عب صلي، الرجل صلي، فإذا كبر للإحرام وضع يده اليمنى على اليسرى بهذه الهيئة، شايفين الهيئة، هذه الهيئة واحد، الهيئة الثانية يضعها هنا على صدره، واضحة الشكل واضح، تمام. ثم يقول هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن هذا الكلام غير صحيح، غير صحيح. طيب ما الدليل؟ ليش غير صحيح؟ ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة، هذا لفظ ثابت في البخاري. إيش اللفظ؟ يضع إيش؟ يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة، انتهى لفظ الحديث، هذا البخاري. في روايات أخرى يضع يده اليمنى على اليسرى والرسغ والساعد، هذا أحبابنا هون، هي هيك نهاية الكف اسمه الرسغ، تمام. والرسغ معناه وضع يده اليمنى على اليسرى والرسغ والساعد، ساعد بيبدأ من هون بخلصون. فجاء هذا الرجل الفهيم فقال إذن معنى هذا الحديث أن تضع يدك هكذا، هذا الساعد. طبعا هذا الكلام فهمه هو،
في عصرنا نحن عصر العجائب. أما جمهور أهل العلم فلم يفهموا هذا الكلام، قالوا يضعها هكذا، فأخذ بكفه ورسغه وجزءا من ساعده، ثلاثة صاروا سوا. تمام، هذا الذي قاله جمهور أهل العلم أخذا بهذا الحديث، والحديث رواية البخاري ليس فيها الرسغ والساعد، أو لعلها في رواية إحدى روايات البخاري الرسغ والساعد، أما باقي الروايات فخالية عن ذلك. ففهم هذا الرجل أن الساعد كله يغطى فهكذا تكون الوقفة، وهذا فهم خاطئ. وهؤلاء الشيوخ أو بعض من يتمظهر بمظهر الشيوخ يخرجون على النت فيفعلون هكذا، شبابنا يراهم بعمل هيك خالصي، تقول له بقول لك هيك المشايخ، أنا مشايخ من هدول؟ لك مين حسبي الله ونعم الوكيل. طيب، هذه مسألة أولى. هناك رواية تفرد بها أحد الرواة، رواها الإمام الترمذي، قال فيها الراوي يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، هاي الرواية على صدره. وهذه الرواية ضعفها جمهور أهل العلم من المحدثين، فأخذ بها هذا الإنسان ونشرها حتى جعلها هي أصل السنة، يعني هيك لهون ترفع إيديك. إيش بهاي الرواية يا أحبابنا؟ ضعيفة. تمام، وهو هذا البني آدم وأشباهه بقول لك لا تأخذ بالحديث الضعيف. أيوة، إذا رويت أنا حديث ضعيف ما بتأخذ، أما أنت إذا رويت بصير صحيح، لأني أنت محدد، أنت البخاري هذا الزمان، أنت بهالزمان البخاري، أنت أنت البخاري بهالزمان، فكل رواية تخالف رأيك واجتهادك ممسوحة، أما اجتهادك ورأيك فهو العالم على العالمين. هذه الرواية ضعيفة، لذلك لم يأخذ بها جمهور أهل العلم. فمذهب الشافعية أنه يضع يده فوق سرته، ومذهب الحنفية أنه يضع يده تحت سرته، أما على صدره فلم يأخذ بها جمهور أهل العلم. السبب رجعوا عيدوا لي، ضعيفة الرواية، موجودة وضعيفة، وصاحبنا الذي يقول بهذا الكلام هو اللي بيقول لا تأخذ بالحديث ضعيف. طبعا هذا الكلام غلط، لأنه الإمام أحمد وهو من هو، وهؤلاء يزعمون أنهم يتبعون الإمام أحمد رحمه الله تعالى، هو الذي كان يأخذ بالحديث الضعيف، يقول رحمه الله كما في كتب الأسانيد، يقول الضعيف خير من كلام الرجال، يعني حديث ضعيف إلا اجتهادي، لا حديث ضعيف أحسن من اجتهادي أنا، ضعيف أحسن من اجتهادي أنا، هو كان يقول هذا. المهم، إذن على كل، هذه الرواية ضعيفة، بالتالي لا تحكم على الناس. فضع يدك اليمنى على اليسرى والرسغ والساعد وفوق السرة أو تحت السرة لا حرج، وانتهى الموضوع، ولا تجعل هؤلاء أهل النت مصدرا لعلمك. المسألة الثانية، المسألة الثالثة، يجلس الإنسان للصلوات الإبراهيمية أو عفوا للتشهد، فيكون مستعدا لأن يرفع يده عند التشهد أشهد أن لا إله إلا الله. درج في عصرنا أيضا بسبب بعض هؤلاء أصلحهم الله الذين يظهرون على النت، أنه في بعد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله يحرك إصبعه يمنة ويسرى، هو قاعد للتشهد تلاقي أصابيعه بتروح هيك وهيك هيك وهيك، أو يحركها إلى الأعلى وإلى الأسفل إلى الأعلى وإلى الأسفل. لعل بعضكم رأى هذا، ولعل بعضكم سمعه الآن مني للمرة الأولى، المهم ما في مشكلة. فترى إما يحركها يمينا وشمالا أو إلى الأعلى وإلى الأسفل، تسأله ما هذا؟ أقول لك السنة، السنة. هو هدول علماء عصرنا يعني مبرزون جدا جدا، أفهم من كل من سبقهم سبحان الله. وبعد أقول لك اتبع السلف، السلف إنن قالوا ولا أنت؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، قال السنة، منين جبت السنة؟ يقول لك روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن تحريك الإصبع في الصلاة هي أشد على الشيطان من الحديد. قال هذا حديث، إيه حديث روى الإمام أحمد صح. قال إيه معناها هذا التحريك صح؟ بقولوا لا ما هو صح. قال إذن عم ترد الحديث؟ لا ما عم برد الحديث.
لك ايش القصة؟ القصة ما يلي: تحريك الإصبع عند أشهد أن لا إله إلا الله، ترفع إصبعتك هيك إشارة التوحيد، هي أشد على الشيطان من الحديد، لأنه هو دا يقول لك عبود غير الله، لا تقول إلا الله، ما بعبد إلا الله، بس تحريك الإصبع يعني هي خالص، مو هيك ولا هيك. هالتحريك رفع الإصبع بهالشكل هاد هو أشهد أن لا إله إلا الله، هو أشد على الشيطان من الحديد. فجاء هذا الفهيم ليقول لا، أو هيك التحريك. وإذا خاطبته قل لك ما بتفهم السنة، أنت صاحب بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، يوصلك إلى النار من هذا الشيء. طيب هل يوجد من باب التثبت والتيقن، هل في العلماء من قال بالتحريك الذي قاله هؤلاء الناس؟ نعم، هذا أحد الأقوال في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وخالفه جمهور أهل العلم الشافعية والحنفية والحنابلة، فقالوا لا، لا يحرك إصبعه أبدا. في مذهب مالك قولان: قول يحركها كما أشرنا، وقول لا. والراجح مذهب الجمهور وفهم الجمهور هو أنه لا يحركها تماما. طيب كيف يكون رفع الإصبع عند هذا الأمر؟ قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: يرفعها عند الإثبات ويخفضها عند النفي. قالش يعني؟ يعني أشهد أن لا إله، هذا إثبات، إلا الله، عفوا هذا نفي، أشهد أن لا إله هذا نفي، فيرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات. لا إله هذا نفي، أنا أنفي أنه يوجد إله، إلا الله أثبت إلها واحدا للكون هو الله تعالى، فأقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، نزلت إيدي خلص الكلام. مش قد بطول هذا نص ثانية، في مذهب أبي حنيفة بتكون إيدي هيك بوصل، أشهد أن لا إله رفعت إلا الله نزلت، خالصين، لا إله رفعت إلا الله نزلت. في مذهب الإمام الشافعي عكس هذا الفهم، قال تبقى مطبقا يديك فتقول أشهد أن لا إله إلا الله، ترفع أصبعتك، تكون أصبعتك مثنية، أشهد أن لا إله إلا الله، بترفع وبتم رفعه لأنها أشد على الشيطان من الحديد إلى السلم. لبين ما تسلم تم رفع أصبعتك هيك عند الإمام الشافعي، تشير بها بهالإشارة فقط ساوية ما بتحركها إلى السلام. وهذا قول أحمد أيضا رحمه الله تعالى. المسألة في هذه القضايا فيها نوع من التيسير، لكن أين المشكلة التي أسوقها أنا؟ المشكلة في عقول بعض الناس، ده يحكم عليك وبده يفسر الحديث على رأيه، وإذا ما أخذت برأيه فأنت ضال مضل مبتدع خارج عن اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا يا أخي؟ هيك السنة، برجع كل كلمة يقول لك هيك السنة، أشهد أن لا إله إلا الله، السنة بفهمك أنت، هي هي السنة، أنت مفسر الوحيد للسنة عبر العصور، أو الشيخ فلان لا أريد أن أذكره. بقول هؤلاء الإخوة أصلحهم الله، إذا ذكرت لهم بعض العلماء يقول لك لا تقدس الأشخاص، لا تقدسهم، تساويهم أنبياء، بيجوا بذكروا لي كل شوي وقال ابن تيمية رحمه الله. أنت عم تقول لا تقدس الأشخاص، ليش كل خمس دقايق عم تذكر لي؟ ما هو سيدنا محمد عالم جليل على الرأس والعين، بس ما هو سيدنا محمد، ليش كل شوي تذكر لي؟ ليش، لماذا تذكروا لي كل خمس دقائق أو عشر دقائق؟ ما في أحد فهم القرآن والسنة غير هذا الرجل؟ ما في أحد إجا قبله؟ ابن تيمية رحمه الله توفى 728 هجري، بياخذوا بكلامه بترك الشافعي اللي توفى 204 هجري قبله ب500 سنة، أبو حنيفة قبله ب560 سنة. هدول لا نأخذ كلامه، نأخذ بابن تيمية، إنا لله وإنا إليه راجعون.
ماذا فهمتم من هذا الكلام كي أضبط ما فهمتم؟ ليس هذا نقدا لابن تيمية رحمه الله، فابن تيمية عالم جليل على أخطاء له، عالم جليل على أخطاء له، لكن رد على هؤلاء الناس الذين يرفضون أخذ كلام كثير من أهل العلم القدماء ويثبتون قول ابن تيمية وغيره كابن القيم رحمهم الله جميعا. ليش يا أخي؟ لأنك تحكم أنت بهواك وليس كما تزعم بالسنة النبوية. فسبحان الله. إذن اليوم ذكرنا ثلاثة أحكام يا أيها الأحبة: هيئة وضع اليدين في الصلاة، هيئة التشهد، وشو الثالث؟ كف الثوب، كي نتذكر ما ذكرناه. اللهم انفعنا بما تعلمنا، والحمد لله رب العالمين.